بيتنا وماما وهذا المطبخ وهي اوضه القعده. نحن لازم نسرقها هون على الكنبايه. واحده بتتخبى لهون والثانيه بتتخبى لهون، والهجوم المركزي لازم يكون من هون. بتعود هي شو بتنزلك هون على الكنبايه، ما بيعود في يدها تتحرك ابدا. فهمتوا الخطه؟ ايه فهمناها. يعني بالمرحله الاولى انا بقطع خط التليفون، بركي خالد اتصل. ايه بتقع على موبايلاتنا بيعرف ارقامها. بتسكروا الرنات وبتخبوا موبايلاتكم منيح، واذا سالتكم وينهم بتقولوا لبرات البيت. وين بدنا نخبي موبايلاتنا؟ انا بعرف ارني تخبوه ما حدا يلاقيها. اصلا انا كل ما تضايقت منك بقفيلة قرض من اغراضك وبتدوري بالبيت كله وما بتلاقي شيء. فضحتي حالك. هلا بدك تقري وتعترفي وين بلاش الخدود تبعي. انتي هافيتي مو هيك؟ ايه انا هافيته بعد ما نيمتي لي عصفوري بحس الظهر لانك تضايقتي من صوته. ايه انا بفرجيكي حسابك بس لترجع امك. روحي طالعي. بالله مشان تعرفي وين خبيته؟ دفتر تليفوناتي انتي هافيتي كمان؟ ايه انا هافيته بعد ما صرحتيني بتليفوناتك وما خليتي لي دور حتى تقلق رفيقتي قبل ما تسافر على العادية. خلصنا بقى، خلصنا انت وياها وياها. نحن منتهيين بقصة اختطاف امكم، ما عرفانين شلون نرجعها، وانتم عم تحكوا حكي بلا طعمه. وليه؟ نظارات السود وينه؟ لا هدول مدخلني فيهم. انا هافيت لك دفتر المذكرات تبعك. ماشي ماشي يا عليا ماشي، بس مو هلا وقت الاحاديث الجانبيه. المهم المرحله الثانيه بنستدرجها على المطبخ، والمرحله الثالثه وهي الاهم. ولا تنسوا عنصر المفاجاه والاشاره اللي اتفقنا عليها. بغمسكن هيك. شلون لك شو بكون؟ كلمه السر فظيعه فظيعه. لك مو الاشاره فظيعه فظيعه. عم تحكوا علي؟ ليش لك ما عم تردوا علي؟ صار لي ساعة عم بندهلكم، ليه ما عم تردوا؟ وأنا لما بكون تعبانة ما بيعود عندي أبداً أي نوع من أنواع الروح الرياضية، وما بسمح لأي حدا اندهله ما يرد علي. على أي حال مو مشكلة، أنا أصلاً وعدت لأمكم إني روضكم وغيركم عاداتكم السلوكية السيئة، وهي إجت الفرصة على بارد المستريح. بس مو هلأ، لأني هلأ تعبانة ونعسانة، صار لي أكثر من 30 ساعة بلا نوم، وقلة النوم تخلي الخلايا بالجسم مو قادرة تتجدد، وقلة الحركة بالنسبة للرياضي بتسبب آلام بالعضلات يلي أدمنت الحركة. ايه طنط ايه طنط، لازم لازم يعني تعملي رياضة. اعمليها هون بالمطبخ، لازم طنط بالكون طابق خامس، لازم كتير ضروري هون نقدر نحسك نزلك. لا أنتي لازم نام بالأول. الرياضة الواحد لازم يمارسها وهو شبعان نوم، لأنه الخلايا ساعتها بتكون بأوج نشاطها تماما مثل الدراسة. كيف الواحد بفيق بكير بيدرس بيقوم بيستفيد، هي مثل هي. انتو كمان لازم تفوتوا تناموا لأنكم تعبانين ونعسانين. مبارح لاحظت عليكم ما نمتوا منيح، مشان هيك هلا كلنا مننام ومنفيق منلعب رياضة. يلا لنشوف كلنا سوا. أنتي هدول فرقة بتعرفيهم؟ طلعي من الحمام يا عنيدي يا يابا، والله وحلو شعرك. انتي انتي فوتي نامي فوتي نامي، نحن مانا نعسانين. فوتي غرفة ماما كتير مريحة، تخت مريح، باب واحد، طابق خامس، فست هوا. جاهلين صحيا ما بعرف شو بدي قلكم، انا فايتة نام. بس بالاول ناولوني هالتليفون، أنا ناطرة مكالمة مهمة جدا. بعدين بركي اتصلت أمكم بشغلة ضرورية. أنتوا دائما بتشغلوا التليفون. هاتي هالسماعة لشوف، مو بس السماعة والموبايلات كمان. يلا فيفي يلا يارا يلا يلا حبيباتي يلا ناولوني هالسماعات يلا. أنتي وين بدك تقعدي؟ هون قعدتلكن على الكنباية. زبطت الخطة. يلا يا بنات بلا ما ياعل، الموبايلات التليفون. يلا يا بنات. ما حدا إلا اتركوني اتركوني اتركوني.
تونت ربطناكي وما عرفتيكي تفكي حالك تونت. فظيعين 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 فظيعين. إذا بدكم تتحدوني انزلوا على الحلبة وتحدوني. تحدوني بالتايكوندو بالكيك بوكسينج، بس هيك تاخذوني على حيني غرة غرة. بتحبي نوصلك الغرة تونت وتغيري شكل وشي؟ كله منك يا ميمي، كله منك يا ميمي، ما عرفتي تربي. كله منك يا ميمي، كله منك يا ميمي. اسمها منيرة خانم، فهمتي؟ يا خطافة الأمهات. فيفي روحي جيبي لي السلم. أمرك معلم. سلم؟ شو السلم؟ اركوني اثبتي بقى. هاتيني اركيني ولا ساعديني. هاتيني بقى شوفي. اركيني بقى. رجلك شايفي حبابي؟ شايفي إذا ما اعترفتي رح اشبحك على هذا السلم. اعترفي وأنا ماما. أنا شو عرفني وأنا أمكن؟ بس معكم حق، مش وسطكم بخطر. فكوني وخلونا ندور عليها كلنا سوا. كلنا سوا هي فرقة طون. كم مرة بدنا نقلك يلا كلنا سوا. شبحت على السلم يا عنيدي يا ياما، ونسينا لشعرها. لك على مين؟ على مين؟ أمنا بخطر؟ يعني مو أنت اللي ساوتيها بخطر؟ مو أنت اللي خطفتيها؟ ميمي ميمي أسرع أسرع. صح صح، أنت اللي خطفتيها، وهلا بدك تحكي مع شركائك وتقوليهم يرجعوها. يا أما بده يصير فيكي مثل ما صار لنا. أنت فظيعة، نحن كشفناك وكشفنا خططك. اعترفي. خطط؟ لك أنو خطط؟ أنو خطط؟ يا بنات أنتو كتير كتير غلطانين. على فكرة إذا شبحتوني على السلم فهي وضعية غير صحية نهائيا، بتسبب شكلة وديسك وانقراص بالفقرات. خلونا نتحاور. ليش لحتى ما نتحاور؟ أنا أؤمن أن الحوار هو الحل وليس العنف. لا، الحل يكمن في الحوار وليس بالعنف. هذا الحكي بتقوليه على التلفزيون مو قلنا. هلا بدك تقري وتعترفي وين خبيتي ماما بعد ما خطفتيها. رورو ام قطع خط التليفون. لا 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 تقطعي، بدي اغير الخطه. الحقوني. يا بنات بتكون قاعدة على الكنباية هون، وهي السلم ومنشحطة من الكنباية على السلم، منشبحها مثل الخواريف، راسها لتحت ورجليها لفوق مشان ينبوا عيونها بتقوم تحترف بسرعة. لا 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 صعبة، شلون بدنا نقلبها؟ قلتك يلا راسها لفوق ورجليها تحت. اتفقنا؟ اتفقنا. قوموا لالكون يلا. صفقة أدوات وأواعي بده يشتريها النادي، بس المدير نصاب ما فيني أعطيها بدون ما يدفع، بعدين بيعذبني وما بيدفع لي، خاصة إنه هلأ النادي بأمس الحاجة إلها، بده يدخل ضمن مباراة أفضل نادي بالتجهيزات. علينا علينا يا أنتي فظيعة. طب قولي لنا قديش بدك تطلبي بهالصفقة؟ بركي نحن منعطيكي. معلش انا روحي رياضيه ومقدره انه بالكم مشغول على امكم، وهذا الشيء سبب لكم تشويش بوظائف الدماغ، بس انا كمان مشغول بالي عليها، مشان هيك بقترح عليكم تفكوني مشان نعمل شويه تمارين تركيز ذهني، بركي على اساسها بنعرف وين امكم. فكت؟ ايش عم تضحكي علينا؟ حرام فيفي حرام، خلينا نفك لقمتي مطيعه. مشغول بالي على امنا. مشغول بالك على امنا؟ ما اصلا انت وحده بتغاري منا، بدك تقتليها وتاخذي المصاري. اسرع اسرع. هلا فهمت شو يعني سفاحه. يا سفاحه فكك مشان تقتلينا. تونت تونت اعترفي اعترفي، وين الماما؟ احسن ما شوه لك وشك. ما بتعودي تلعب رياضه بحياتك ولا حتى بالسجن. يا بنات انا تعبانه هلكاني، صار لي اكثر من يومين بلا نوم. عن جد عن جد عن جد انا بحبكم. طب انا شو رح اعرفني وين امكن؟ انا وياها رحنا على المباراه سوا، ضربت ايدي عليها ما لقيتها، طيب شو بعمل؟ رح يصير معي ديسك بظهري، رح يصير معي على فكره وضع الدوره الدمويه ما نو سليم ابدا، رح يصير معي قرقرينه. قرقرينه ولا غرغرينه؟ لا 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 تردي، تركوني انا بتصرف، امشي على المطبخ. أنا
أنا بنت أختها. إيه بتقلك أحسن إذا ما اتصلوا فيك. لا 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 لا، شو تتصل فيهم؟ عم تقلك رجع البضاعة مطرح ما جبتها. عم بيقولي رجع البضاعة لمضايا؟ إيه رجعها. لا شو رجعها؟ خليه يجيبها لهون على البيت أحسن. يما إسكا كيف بيعرفوا إنه هون بيتها؟ طيب قلي له الودي على النادي، هونيك في ناس كتير ما بيقدروا يعملوا لها شيء. معك حق، بنعود ننزل دغري ونروح على النادي، بنعود فينا نقدر نتصرف إذا بدهم يلعبوا بديلهم. صح. ألو؟ ألو سيد زاهر بعدك معي؟ بتقول لك رجع البضاعة على النادي. غيرت رأيها. قد ايه بدك تتصل؟ نص ساعة، ثلاث أرباع الساعة؟ ايه كثير منيح، بنلاقي كنك، بتلاقي كنك. الله معك، مع السلامة. وهلا لازم ننتقل للشرطة، نخبرهم. هاتي. قومي خلينا نشوفها. يلا يا بنات بسرعة، خلينا نلحق قبل ما تصل الشرطة، قبل ما ننادي. بسرعة بسرعة. أولا أنت فظيعة، ما عم تتحرك. كأنه صرنا شيء بعدين نشوف. فظيعة كأنه ما عم تتنفس. خلونا نفكر لتكون دورتها الدموية وقفت. قلبها ما عم يدق. لا 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 لا، فينا وضع، في نفس. فظيعة، مش بكي. هي أكيد نايمة، أكيد نايمة. خلينا نروح نجيب ماما والشرطة لحتى يمسكوها. هي هيك يلا. عصابة أكيد. بكي خاله؟ لا خلينا ما نفتح، خلينا نستنى شوي. استنوا يا بنات. ماما 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 شو ماما ليش ما تفتحوني؟ شوفي شوفي انتو، شوفي نحن ما في شيء، وانا ما في شيء. شبكم لك؟ شوفي شو 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 خالي في شيء؟ لا 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 لك شوفي شوف شوف ماما ماما شو يفكوا؟ ماما ما في شيء، ما في شيء. انا نجحت بالبكالوريوس. هزمتوني بالضربة القاضية، قضيتوا علي، عطبطوني، عضلات رجلي خشبت. لك انتو شلون هيك بتعملوا؟ ما فيكم مخ؟ ما بتفكروا؟ ما بتعرفوا انه هي اعز رفيقة عندي؟ شلون بتعملوا فيها هيك؟ مو انا ماما، انا ما دخلني. انا ارتفع ضغطي قلبي. ايه ماما، هيرولا هي صاحبة الخطة، حتى رسمتها على ورقة وقالت لنا استحكموها بغرفة، باب واحد طابق خامس. ايه ماما ولا انا دخلني، هي قالت لنا وحدة تتخبى لهون والهجوم المركزي منها. بس انا نجحت ماما، نجحت والله. نجحتي بالبكالوريا ماما؟ هذا انتي يا سهيانة صاحبة الخطة؟ هيك لكم ما؟ بدل ما تديروا بالكم على بعض بغيابي هيك بتساووا؟ من خوفنا عليكي ماما، لما ما عرفنا وينك كل هالوقت. وانتي ماما ليش ما اتصلتي فينا؟ خليتينا نقلق عليكي. قلقتي عليها؟ يلي بيقلق على امه هيك بيعمل بالعالم؟ قضيتوا علي، خسرتوني اهم صفقه بحياتي. هلا بتكون الشرطه اجت على النادي، صادرت البضاعه وسكرت النادي، وين بدي العب ايروبيك؟ طولي بالك مطيعه، طولي بالك، كل مشكله والها حل. صحي تعرفت على مدير نادي رياضي بحلب وقال لي انه له ناس مهمين بالشام، خلاص انا بحل لك مشكلتك. وانتو حسابكم بعدين. ليش بعدين؟ هلا بوشكن على الحمام، ما بدي اشوف ولا واحدة منكم. يلا توبي يا ماما توبي.